أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات من حلقتنا على قناة المشاهد. نشكر لكم حسن الإنصات، ونشكر لكم هذا التواصل الجميل وهذه الاقتراحات التي نأخذها بعين الاعتبار. شكرا لتواصلكم الجميل. وحلقتنا اليوم عن المنجزات الكبيرة، عن التي جي في والمخطط الأخضر، وعن الطاقة المتجددة. ولكن السؤال، ما الذي تخفيه الأكمة وما وراءها؟ 60% من المغاربة من الفقراء، وثمانية ملايين من المغاربة على عتبة الفقر، وجيش عرمرم من المتسولين قدر ب 195 ألف متسول، 195 ألف متسول. وسؤال السؤال، ما الذي يحدث بالضبط؟ وعن أي مشروع تنموي أوصل الحالة وأوصل البلاد والعبادة إلى هذا الحال؟ فكما يقول الزعيم نيلسون مانديلا، أن الفقر صناعة إنسانية بامتياز. وتلك حكايتنا عبر ثلاثة محاور. حكاية اللغة، الفقير هو ذاك الذي لا يجد لا مأكلا ولا مسكنا، وهو الذي لا شيء له حسب لسان العرب. والمساكين هم الطوافون على الأبواب، والفقراء هم الضعاف الذين لا حرفة لهم وهم المحتاجون. أما المسكين فهو الشخص الذي أذله الفقر، وأكرر هذه العبارة، أما المسكين فهو الشخص الذي أذله الفقر. والشحادة هي صيغة مبالغة من شحد السنان، أي من يشحد السكاكين والفؤوس والمناشير. والشحاد هو المستعطي أو المتسول، وهو السائل الملح بإلحاح كبير، وهو يشحد عطف الناس وحسناتهم. وفي اللغة أيضا، الفقر والفاقة والضعف والحاجة والعوز والحرمان الشديد والبؤس. وتسول هو طلب المال أو الطعام أو المبيت من عموم الناس باستجداء عطفهم وكرمهم بعاهات أو. وفي اللغة أيضا، الفقر والضعف والحاجة والعوز والفاقة والحرمان الشديد والبؤس. والتسول هو طلب المال أو الطعام أو المبيت من عموم الناس باستجداء عطفهم وكرمهم بعاهات أو بسوء حال أو بجر الأطفال، بغض النظر عن صدق المتسولين أو كذبهم. وظاهرة التسول أوضح تجلياتها، فتواجد المتسولين على جنبات الطرق والمقاهي والأسواق والأماكن العامة. والمتسول بطبيعة الحال هو من سولت له نفسه القيام بشيء ما. والتسول هو استرخاء البطن. وحسب علم الاجتماع، يصبح العوز أو التسول رأس مال المتسول
بدءا بالاستجداء في البداية، ثم يأتي التسول أمام الملأ بوجه مكشوف، ثم يتحول عبر الزمن وآلياته إلى رأس مال المتسول والفقير. وتلك حكايات لا يتسع المجال لذكرها، فهي حكاية الفقر. حسب مؤشر الفقر الصادر عن برنامج الأمم المتحدة، أن 45.70 من المغاربة يعانون من الحرمان الشديد. وما أدراك ما الحرمان الشديد؟ فقد أشار تقرير الأمم المتحدة أن المغرب من بلدان شمال إفريقيا والشرق الأوسط يعاني أكثر من غيره من البلدان من الفقر والقيود. وذكر التقرير أن 60% من المغاربة يعيشون حالة فقر وتهميش وفاقة في أتعس حالاته، باعتبار أن هذا الجزء من السكان ينقسم إلى قسمين: المغاربة الذين يعيشون في فقر مدقع وتحت عتبة وخط الفقر، يقدر عددهم ب8 ملايين فقير، وفئة ثانية وإن كانت تعيش في مرحلة من مرحلة الفقر المتوسط فإنها محرومة من أبسط حقوقها بما في ذلك التعليم والصحة والحق في السكن، بالإضافة إلى الحقوق الأساسية للأطفال. الحكاية الثانية ترمي بنا إلى الحكاية الثالثة، وما أقساها: حكاية التسول. رقم مهول ومخجل في آن، رقم مهول ومخجل في نفس الوقت. أقرته إحصائيات رسمية مغربية أن المغرب في صدارة الدول العربية التي تعاني من ظاهرة التسول، وأن أعداد المتسولين يصل إلى 195,000 متسول، وفي الرتبة الثانية بعد المغرب مصر ب 41,000 متسول، والمرتبة الثالثة للجزائر ب 11,000 متسول. وهناك من يتخذ التسول مهنة أساسية بطريقة أو بطرق احتيالية أمام التغابي في تطبيق القانون حول هذه الظاهرة، أمام الحاجة والعوز والفقر وكذلك التهميش. أمر مخجل أن يزداد عدد المتسولين بدل أن يتناقص ويصل إلى هذا الرقم، ويصبح الفقر أكثر من 60% من عدد سكان المغرب. ومخجل أن ينطوي على فشل السياسات الاجتماعية في احتواء تزايد أرقام الفقراء، وأن تنجب هذه السياسات الاجتماعية عددا كبيرا من الفقراء وأكثر من نصف دولة من الفقراء وجحافل من المتسولين. وتلكم حكاية أخرى. يقول المهاتما غاندي: كل ما يتم أكله دون حاجة يسرق من معدة الفقراء، كل ما يتم أكله دون حاجة يسرق من
معدة الفقراء. نأتي على نهاية هذه الحلقة، والحزن يعتصر القلوب، ولكن لنا أمل في المستقبل. كان معكم عبد الله الساورة. لا تنسوا دعمنا في هذه القناة، وشكرا لتواصلكم. كل المودة والمنى، وإلى لقاءات متجددة بحول الله. أسعد الله أوقاتكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.